التقرب من المواطنين والتكفل بانشغالاتهم وترقية الخدمة العمومية في البلدية، كلمات تتكرر في كل مناسبة على ألسنة المسؤولين باختلاف مناصبهم، غير أن الواقع في كثير من الأحيان يقول العكس، طوابير وسوء معاملة وبيروقراطية. ما يستقبلوش ويدير لك النيميرو تليفون تاع الاستقبال اللي تستقبلوه بار تليفون ومدارين ريبوندور. يتمسخروا بالناس. يكون كي الحق موعد انتخابي. يستقبلوا الناس، يخرجوا يشوفوا الناس، ممكن هو راح يشوف، يروحوا الاحياء يزوروا الناس. صح في اليامات واحد اخرين هناك لا استقبال ولا اي شيء. المعرفه اللي يجوز، اللي ما عنديش معرفه ما يجوش. دي فوا يكون الغاشي بزاف، يكون درك على هادوك الخدامين، ودي فوا يكونوا هما شويه يتهاونوا شويه. المعلن عنه أن رئيس البلدية أو من ينوب عنه يخصص يوماً لاستقبال المواطنين، غير أن هذا الإجراء لا يحترمه كثيرون، والعبارة التي تتردد على ألسنة أعوان الأمن دوماً: المير ليس في المكتب. يوم الاستقبال بصح ما كاش قال لي يستقبلك. هذا واحد يقول لواحد بلي غايب، المير ما كاش، ودوك يجي راح يجي جا وراح، استقبال ما كاش. مالوريزمون في الجزائر عرفنا شفنا بزاف البلديات في قطر الوطني، شرق غرب جنوب شمال، البلديات كاين وكاين، كاين بلديات وين ما فيهاش يعني الشعب بزاف بلوز او موان، ما كاين بلديات كارثه. نعطي كارثه، نبدا مثلا بلديه اللي ما عندهاش امكانيات والشعب كبر في هذه البلديات، كيفاش بلديه اللي ما عندهاش امكانيات تقدر تستجيب الى طلبات الشعب؟ بلديه مالغري داروا بزاف رقمانه في البلديه، مي بروبليم يبقى في المسؤول. المواطن يمارس السلطه عن طريق منتخبيه، واشراك المواطن في تسيير شؤونه واداره اموره مبدا محسوم في الدستور وقوانين الجمهوريه، غير ان كثيرين يؤكدون انهم لا يرون مسؤوليهم الا نادرا، مسؤولين يتنكرون لوعودهم الانتخابية بمجرد الجلوس على الكرسي.